هبطت البورصات العربية بنحو حاد في تعاملات الأسبوع الماضي في ظل غياب المحفزات وتضرر المعنويات المستثمرين من الهبوط المستمر في أسعار النفط، فيما صعدت بورصة السعودية وحيدة لتوقف هبوط دامل لنحو 3 أسابيع. وكانت أسعار النفط هبطت مع نهاية تعاملات أمس الخميس نحو أدنى مستوياتها في 2.5 شهر بفعل ارتفاع المخزونات. وتوقعت أوبك باستمرار تخمة المعروض في العام القادم بسبب معدلات الإنتاج الحالية.